لم ينتهي المسار السياسي بعد، وإن كان الجزء الظاهر منه قد توقف بفشل جولة الكويت قبل أيام، إلا أن التحركات السياسية لا تزال قائمة وتتصاعد بشكل لافت بموازاة العمليات العسكرية التي عادت إلى معظم جبهات القتال بين القوات الحكومية والقوات التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع. والحديث عن توجه السلطة الشرعية نحو خيار الحسم العسكري، يبدو المشهد السياسي قادما على عدد من التطورات التي ستؤثر على المشهد اليمني برمته. تحاول الميليشيا الالتفاف على فشل محادثات الكويت بالبحث عن مخرج سياسي من أماكن أخرى، وهي بذلك تسعى لأن تحصل على تسوية سياسية لا تضطرها لتقديم التنازلات التي يفرضها القرار الأممي 22/16. شكلت الميليشيا مجلسها السياسي ودعت مجلس النواب للانعقاد، وهي الخطوات التي اعتبرتها الحكومة غير دستورية وتنسف مسار السلام وتعرقل التوصل إلى حل. ولكن ما يبدو واضحا هو أن فريق الانقلابيين لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة عن طريق المفاوضات، ولذلك يكثف اتصالاته خارج هذا المسار. بدأ هذا واضحا في اللقاء الذي جمع فريق الانقلابيين جناح المؤتمر بنجل المخلوع في أبوظبي للمرة الأولى، رغم ادعائهم وجوده رهن الإقامة الجبرية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي قبل عام ونصف، وهي خطوة لا تخلو من هدف سياسي كما يقرر بعض المراقبين. كما يبدو هذا واضحا أيضا من خلال الزيارات التي ينوي فريق الانقلابيين تنفيذها، وتشمل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، وهي الزيارات التي يتوقع من خلالها استكمال مسار التفاهمات التي عقدها الحوثيون مع السعودية في وقت سابق، وحث الأردن ومصر على لعب دور أكبر باتجاه التوصل للصفقة المرتقبة. لا تسير الأزمة باتجاه واحد، وفي الوقت الذي يبدو أنها ماضية باتجاه الحسم العسكري، يظهر أن المسار السياسي لم يفقد كل دوافعه بعد، ولا يزال بمقدوره خلط الأوراق في كل مرة.